فيها بالنجاح مع النفس، النجاح في داخلك، أن يكون عندك رضا داخلي، أن تشعر بالأمان والسلام والاطمئنان والسعادة في داخل نفسك. أنا تعلمت شيء في الحياة، أن كثير من الناس ممثلين قديرين، يمثل أنه سعيد، يمثل أنه ناجح. كثير من الشباب، كثير من البنات تلقاه بين أصحابه يضحك ويتغشمر ويعني مبسوط، لكن ليس هذا هو مقياس السعادة الداخلية. أنا سأعطيكم مقياس تستطيعون أن تقيسوا به أنفسكم في داخلكم، هل أنتم سعداء ولا لا؟ شوفوا، لا يخدعكم الواحد اللي شكله من الخارج شكله سعيد، هذا ما يكفي، ما يكفي أبدا. الذي يريد أن يعرف أنه سعيد ولا لا في داخل ذاته، يذهب إلى غرفة، يغلق على نفسه الباب بدون أي انشغالات، لا هاتف ولا تلفزيون ولا أصحاب ولا أهل ولا بشر، ويجلس يتفكر في نفسه. في هذه اللحظات، في لحظات الخلوة، تتبين السعادة من التعاسة. هل أنت سعيد؟ جرب. هل أنت سعيدة؟ هل هذا الشاب الذي ترونه ما شاء الله ممتلئ طاقة وحيوية وسعادة وفرفشة، هل هو فعلا سعيد؟ لما كنت في أمريكا كان هناك حجم من الترفيه المتاح للبشر شيء غير عادي، مئات القنوات التلفزيونية، عشرات الألعاب الترفيهية والمدن الترفيهية، أنواع الألعاب والملاهي، هذا بالحلال يعني، دعوكم عن الحرام، المراهقص والديسكو وغيرها. ومع ذلك 80% من ذاك المجتمع يتعاطون الحبوب المهدئة أو المخدرة أو الكحول لكي ينسوا، لكي لا يتفكروا في هذه اللحظات. أنا بيكم تتخيلون معي هذا الولد اللي راح حفلة صاخبة، ولا البنت التي قضت وقتها في هذه المحرمات وكان شكلها مبسوط وهي يعني مشغولة بهذه المحرمات. أريدكم أن تتخيلوا هذا الولد أو هذه البنت بعد الحفلة، راحوا البيت، صداع يملأ رؤوسهم، جلسوا وحدهم، بدأوا يفكرون في أنفسهم، ما في شيء، حياة خالية، متى الحفلة الجاية، متى نطلع، متى، لأن هذه ماني قادر أتحمل أني أبقى وحدي، أريد شيء يشغلني حتى لا أفكر في حياتي. هل هذه سعادة؟ السعادة أني ما أشعر بالسعادة إلا عندما أنشغل عن التفكير، أنشغل بمشاغل خارجية، أو أنشغل بمخدرات ولا بكحول ولا بغيرها. مساكين الذين يظنون أن السعادة هي هذه، مساكين. سعادة تبدأ من اطمئنان داخلي في داخل النفس. هذا هو المفهوم الأول من مفاهيم النجاح، من مفاهيم السعادة، وسأفصله بتفصيل. إذن أول نجاح أن تنجح في داخلك، تنجح مع نفسك.